هل تصلح القرعة للقرارات الهامة أو المصيرية؟ الجواب كلا. الله انطانا عقل نفكر به، والاختيار بطريقة كتابة ورق والاختيار العشوائي منه ينفع في حال تساوي كل الاحتمالات. وقد ذكر هذا الأمر بالكتاب المقدس في حالة اختيار متياس الرسول. الاختيار يجب أن يكون عن طريق دراسة المميزات والعيوب والسؤال والاستشارة لذوي الخبرة أو اللي جربوا الأمر موضوع الدراسة. وما نقدر نهمل الجانب الروحي، حيث يجب على الإنسان أن يصلي كذلك لكي يرشد الله إلى الأمر الصحيح، والله من جانبه يساعد الإنسان من خلال فتح الأبواب للموضوع الأفضل ومن خلال ارتياح القلبي. أما موضوع عمل القرعة العشوائية فهو نوع من أنواع البخت وغيره، واللي هو ما يليق بأبناء الله. لو كان الأمر بهاي السهولة كان راح أسوي، هل أتزوج أم أترهب؟ هل أنجب طفلا ثانيا أم لا؟ هل أدخل قسم علمي أم أدبي؟ هل أشتري هذا الفستان للفرح أم ذاك؟ كلا أعزائي، هذا الأمر غير مقبول، لأنه هو يلغي العقل البشري اللي انطانا يا الله، ويجعل الأمر كله تواكل على القرعة. هنا أعزائي المستمعين، الله نطانا فرصة الحديث وياه والجلوس والحوار بمحبة، لأنه الله يريدنا نتكلم وياه بأدق تفاصيل حياتنا. في بعض الأحيان نفكر أنه إحنا نروح إلى الله فقط بالأمور الكبيرة. كلا أعزائي، الله يرغب بأن تكون عندنا وياه علاقة شخصية حميمة يومية، بغض النظر عن الطلبات وعن الحديث اليومي. فقط هاي العلاقة الأهم من هاي، أنه أثناء هاي العلاقة يريدنا نسمع، ما يريدنا فقط نتكلم، ما يريدنا فقط نقدم طلباتنا، كلا يريدنا نسمع. وهذا السماع رح ينطينا الارتياح والتأكد من كل خطوة نريد نخطوها.